استحداث منصب متصرف إقليمي للشواطئ، منصب جديد سينظم تسيير الشواطئ المستغلة من قبل الخواص، إجراء أقرته وزارة الداخلية. تبعا لتعليمات الوصية، يعني لا سيما السيد وزير الداخلية، قمنا أولا بتنصيب باقتراح متصرف إداري، متصرف إقليمي للشاطئ، ودرنا يعني نقاط بيع على مستوى الشاطئ، وين يعني درنا لاجيديكاسيون وترصدت على يعني عندنا نقطة بيع لكراء المظلات كامل، بلس نقطة بيع لبيع المأكولات الخفيفة، زائد كراء الحاضرة من أجل يعني تنظيم. ضمان المراقبة وتحسين المداخيل للسلطات المحلية، إضافة إلى الإشراف الفعلي للجمعيات في حركة التنشيط خلال موسم الاصطياف، هي أبرز مهام المتصرف الإقليمي للشواطئ. لكن هل استحداث هذا المنصب سيعطي إضافة في مجال السياحة؟ المهمة الأولى لحنا هي الحفاظ على المصطافين، هذا حاجة، مع التنسيق ما بين مصالح بلدية ومصالح الحماية ومصالح الأمن لهنا. موسم الاصطياف الذي لا يفصلون عنه سوى أيام قلائل، موسم حذرت له الحكومة مخططا خاصا لإنجاحه لا لشيء سوى لتقليص النزوح نحو الدول الأخرى، في حين تعد شواطئ بلادنا من أجمل الشواطئ.